حتى في الصلاة أنا بأدي فروضي وأنا جالس. بابا شوف مين هيدول؟ هيدول المقنعين ناس منا وبيرشدوا على اللي كانوا مشتركين بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية. يا لطيف منا؟ الأول كانوا بينادوا على الناس عرفوهم من صوتهم قتلوهم وهلا بأشروا بإيديهم بس. اللهم لا أسألك رد القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء. الموت قريب، الموت قريب، من مات قاتل ومن عاش فارق. أيها الناس يسرع الوقت على سنيني خلاص، ما حدش فيه وقت، لازم تيجي تدوس العربية. عهدير البوسطة كانت نقلتنا من ضيعة حملايا على ضيعة تنوري. عهدير البوسطة كانت نقلتنا. هتيجي تدوس العربية، هتيجي وهتمسحكم مصر يا ولاد الكلب. تنبيه للجميع، كل واحد عنده 50 سنة يمشي، كل واحد عنده 50 سنة يمشي. انت اختيار روح، من اختيار؟ يلا روح، شو بدنا فيك؟ روح بابا روح، ما تخاف علي انا مش طفل. كيف وصلت من صيدا؟ هدول جابتهم بنت من المقاومه الفلسطينيه امبارح، اما تسلمهم للاخراج يحطوهم بصدر الصفحه الاخيره. ما قلت لك انت بده يجي؟ هدول بعتوا سليم. ليه سليم؟ ايه هذا فيه ولا ناجي. معظم أحداث جنوب غصب عنهم.
بط اسمعي بدلك هلا اللي عم تقدمهم في اخر لحظه بط اذا انفجر كل ما خدوه نص هيك بزايد ستريدر ده كنز يا ناجي كنز كل حاجه هنا ان سيمز ناو اي هاف تو جو في امريكا ما تنخرجش افتر يو هاف يور لانش اي كانت لازم انزل بيروت حالا ما فيش وقت اي هاف اني تيك لكن كل الطرقات مقطوعه ما تخافيش علي لازم ارسم الصور هاي للجريده اروح معاك لوين يا ناجي؟ على بيروت كيف بتروح والطرقات مقطوعه؟ انت عارف انك مطلوب من الاسرائيليين شكون ربك انه نعرفوك بالساحه مكاني ابو شريده مو هون على الحواجز هولي من مساعد وسلم وانا والولاد انت قويه ما يتخاف عليكي القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي ريما جبتي أخبار جديدة؟ نسوان بالنبطية وصورة عم يصب الزيت المغلي على القوات الإسرائيلية بخيط جهنم المقاومة اللبنانية والفلسطينية النار والمكان مش معقول كمية القصص المرمية بالشوارع وينهم هالكتاب يكتبوا والله ملاحم ملاحم حقيقية أخبار أخبار كمان يا ريما عندي خبر سيء شو؟ نجي العالي ماله؟ مسك بالدمور وهو عم بيحاول يدخل بيروت مين اللي مسكه؟ إسرائيلي بيقولوا إنه شو؟ في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي مات؟ مستحيل أكثر من واحد أكد الخبر لا حول ولا قوة إلا بالله الرسومات اللي بعتها آخر الشيء كانت رسالة وداع خصصوا صفحة لأهم الكاريكاتورات اللي رسمها صفحة للي بدي يكتب عنهم بالزملاء وأنا رح أناي بالصفحة الأولى بس بسم الله الرحمن الرحيم شو يا أخو شليتا ليش تسمرت هيك؟ يا شباب لا انتحار لا انتحار كأن بيروتين واحدة ضاوية والتانية معتمة هيدا هي صورة المناسبة القيام نجم الأموات معلش محلات مفكرة أنا اللي عملتها والله هيني أنت بتظهري مواهب ما كانت الحسبان أبدا يا سعاد ماني عارف كيف بدي أشكرك تاكل منك ولا كأنه في حصار هيدا سحر بيروت الحياة مستمرة والموت عم يحصد البشر بكفيكم غزل ببيروت وطمنوني كيف طعمت التورتة يا أخوان أكد موت ناجي عم أطرد دموش شو هي اللي بعد؟ هذه قصيدة رسالة كتبتها لناجي بدي انشرها يا أبو أحمد فيك تقرأها لنا يا أبو ياسر ناجي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
مغامرة يا لينا. شوارع خطر وهي آخر مرة تيجي لهون. شو أنت أرجع مني؟ بدي دمي أجي وجيب لك الفطور. صباح الخير. أهلا أستاذ ناجي، كيفك سعاد؟ ما إلكم حق أبدا تتجولوا بالشوارع، ما حدا بيعرف أمتى تبلش الغراض. تنصحنا ما نتجول؟ بلاقي معكم هالبنت الحلوة؟ هاي خطيبتي لينا. يسلموا لي هالبيات. بس أهلا مش وافقين على الخطبة. ليش؟ قال أنا مسلم وهي مسيحية. بعدين هيوافقوا. طمني. في شي بالبحر؟ يوم الفجر في ثلاث قوارب حاولت تتقدم بس ما خليناها. الله يحميكم. استاذ انت ما بتخاف من مين؟ من هدول الناس تخان اللي بتضحكنا عليهم. انت عارفاهم يبقوا مين؟ ايه طبعا بعرفهم منيح. هدول الجبنة يا لينا، لو ما كانوا جبنة ما كانوا خانوا بلدهم. بدك اخاف من جبان؟ والمواطنون، رأينا ما يلي: قامت قواتنا بإسقاط إحدى الطائرات الإسرائيلية المغيرة من تراس فانتوم، وقامت جماهيرنا الصامدة بإلقاء القبض على طياريها، وإنها لثورة حتى النصر. يا شوارع